بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل يا ثاني في قوانين الأسس اللي حكينا عنها المرة الماضية، نتناقش في حل الأسئلة الموجودة في صفحة 26 إذا كان فيها بعض الأفكار المهمة. بالسؤال الأول، جد قيمة ما يلي، نتناقش في بعض الشغلات ويقول لي ثلث قوة أربعة، تعرف هاي تقرأ ثلث قوة أربعة أو القوة الرابعة، لا الثلث، المقصود فيها انتبه لكتابتنا تكون الأربعة بخط أصغر من الثلث لأنه هاي أساس وهي أس أو قوة، تعني أنه الثلث مكررة أربع مرات، ولما بيقول لي جد قيمة بتروح تضربي هاي القيم في بعض، بتضرب البسط وبتضرب المقام في نفسه 3 3 9 9 3 27 وتكملي 27 3 بتطلع معكي 81. هاي لما بيقول لي جد قيمة أو جد لا النهاية. في الفرع اللي بعديه اللي هو فرع باء عندي سالب 1/10 قوة 6، بس جينا قلنا شغلة، تتذكروا لما كنا نستخدم الوجه في تحديد إشارات الضرب، كان عندي هاي مثلا سالب 1/10 كم مرة راح تنضرب في نفسها؟ 6 مرات. لاحظي إنه كل إشارتين سالب شو راح يصيروا؟ كل إشارتين سالب راح يصيروا موجب، فالآن لما بتكون القوة زوجية كل ثنتين راح يصيروا موجب، كل ثنتين راح يصيروا موجب لأنهم هم 6، فالجواب راح يطلع دائما موجب، فإذا الأساس فيه سالب والقوة كانت زوجي إجبار الجواب شو بطلع؟ موجب، راح يطلع معاكي موجب، طبعاً تضرب 1/10 في نفسه 6 مرات أكيد راح يطلع 1، لكن كم منزلة عشرية راح يكون عندكي بناءً على إنه 6 مرات؟ راح يكون عندكي 6 منازل عشرية، 6 منازل عشرية. في عندي مثلا جيم معطيني الألف، السالب ألف الموجب ألف، شو مكان العدد؟ مرفوع للقوة صفر، حكينا هاي القاعدة، أي شيء مرفوع للقوة صفر يساوي أي قيمة مرفوعة على صفر تساوي 1، هاي قاعدة أو قانون من قوانين الأسس. كمان عندي 9 قوة سالب 1، شو اتفقنا بالنسبة للقوة السالبة؟ القوة السالبة يجب تحويلها إلى قوة موجبة، كيف؟ بأخذ مغلوب المقام، عندي 9 بتصير 1/9 قوة 1، تمام؟ وهي في ناس بيسأل ممكن أكتبها 1/9؟ طبعاً ممكن، القوة 9 قوة 1 هي نفسها 9. طبعاً القوة موجودة هون في الأسس وليس في الأساس، ننتبه لها. 5 برضه قوة سالب 3، بتحولي 5 لـ5 قوة 3. هاي ممكن اكتبها 1/5 الكل قوة 3، والسبب انه الواحد مهما رفعتيه لقوة يبقى 1، ف1/5 قوة 3 هي نفسها 5 قوة 3، الخمس قوة 3. كمان في عندي حالة وجود الجذور اللي نوه عليها، في عندي اذا عندك جذر تربيعي دائما سالب 7 قوة تربيع، الجذر التربيعي في الرياضيات يعني نص، هذا معنى الجذر التربيعي، مرفوع للقوة نص، فهي بتصير نص في 2 بتصير 1، هذا الكلام رح يجينا مستقبلا بإذن الله. مبدئيا النص اللي هو الجذر التربيعي بـ2 والسالب دائما شبه مع بعض، شو بضل عندكي؟ 7. النص اللي هو الجذر التربيعي والتربيع والسالب شبه مع بعض. نيجي للجذر الثالث، عندك مثلا جذر ثالث لسالب 2 تكعيب، برضو نفس الشيء، الجذر الثالث هو ثلث، بروح مع الثلاث، نسهل عليك، الجذر الثالث والتكعيب، السالب طبعا ما بتروح، لأنه زي ما قلت لك سالب في سالب في سالب، هذول الثنتين بصير الموجب، لأنه فردي في وحدة بتضل، فالسالب لا تشيليها، السالب 2، ما تنسوا، الجذر التربيعي والتربيع بروحوا مع بعض لأنه نص في 2، الجذر التكعيب والثلاثة بروحوا مع بعض لأنه عبارة عن ثلث وثلاثة يساوي 1، بضل عندك السالب 2، التربيع، الجذر التربيع والسالب بروحوا مع بعض، بينما الجذر الثالث والتكعيب بروحوا مع بعض بينما السالب بتضل. هاي بالنسبة لأهم الأفكار الموجودة في السؤال الأول اللي هي تطبيقا على قوانين الأسس. في السؤال الثاني، هاي الأرقام مطلوب تحليلها وكتابتها على صورة أسس، راجعنا مع بعض زي ما قلتلكم في صف سادس الفيديو اللي شرحنا فيه التحليل إلى العوامل سواء بالشجرة أو بالقسمة المتكررة. في عندي سؤال ثلاثي برضو مهم،
اللي هو اكتب كقوة واحدة، اتفقنا بالقاعدة الأولى بنقول إذا تشابه في حالة الضرب، إذا تشابه الأساس جمعت الأسس، والهدف يصير عندي قوة واحدة في حالة الضرب. إذا تشابه الأساس هاي شرطين في حالة الضرب، إذا تشابه الأساس هاي شرط ثاني. النتيجة جمعت الأسس 10 زائد 20 هي 30، صارت قوة واحدة بدل ما هم قوتين. رح تشوفوا هذا الكلام وين رح نستخدمه بالتفصيل برضه. برضه عندي جذر الخمسة مرفوع للقوة 10 في جذر الاثنين مرفوع للقوة 10. لاحظوا الآن هاي عكسها، هون مين اللي تشابه؟ الأساس، صح العملية برضه في الثنتين، لكن هون مين تشابه؟ الأساس، الأساس فار، الأساس فار. بينما هون مين اللي تشابه؟ الأسس. في هاي الحالة ما بدي أقول لك نجمع الأسس، بدي أقول لك نكتبها بطريقة الدمج، لأنهم موزعين، جذر اثنين بدي أدمجهم مع بعض وأعطيهم قوة واحدة. إن شاء الله تكوني ميزتي بينهم. هون في حالة الضرب، إذا تشابه الأساس جمعت الأسس. هون إذا تشابهت الأسس معناته الأصل هم كأنهم كائنين موزعينها الأسس. فالآن افهميني إنه في حالة الضرب إذا تشابه الأساس جمعت الأسس، بينما إذا تشابهت الأسس بنجيهم مع بعض، هم جذر الخمسة بجذر اثنين بكل قوة 10، كل قوة 10. طبعا هذول ممكن حدا يقول لي ممكن أدمجهم مع بعض؟ ممكن، لأنهم جذر تربيعي من الدرجة الثانية، ممكن تكتبيهم مع بعض جذر العشرة قوة 10، ممكن تكتبيهم، صحيح. إذا هاي على أول قانون، هاي ممكن يكون القانون الثالث للقوانين الأسس، إما يتشابه الأساس وإما تتشابه الأسس. هاي من الأفكار اللي موجودة عندنا. برضه من الأفكار الموجودة عندي السين قوة 8 على صاد قوة 8. بدي أخذ فكرة رديفة، صاد قوة 17 على صاد قوة 20. طلع معي هون مين اللي تشابه؟ القوة. معناه إذا تشابهت القوة كاين أصلها سين على صاد وهم موزعين القوة. إذا القوة توزع، القوة توزع. إذا كان القوة هون 8 هون 8، قوة متشابهة أصلها سين عصان الكل قوة 8. بينما إذا تشابه الأساس وفي الحالة القسمة شو بصير؟ طرحت الأسس، بكتبها صاد قوة 17 ناقص 2 ويساوي، يساوي طبعا صاد قوة 15. إن شاء الله يكون الفرق واضح. هون تشابهت القوة، إذا هي أصلها موزعة كأنهم كانوا موزعينها. بينما إذا تشابه الأساس وكانت العملية قسمة طرحت الأسس. هاي قانونين هذا الفرق بينهم. كمان شوفي عندي فكرة، فكرة هذا القانون برضه مرفوع على القوة 5 وأيضا مرفوع على القوة 2. إذا عندي أساس واحد عليه قوتين، شو قلنا؟ نضربهم في بعض ضرب، لا قوة سالب 10. طبعا كيف بتحول القوة السالب إلى موجبة؟ تاخذي مقلوب لام هاي القوة 10، عشان القوة تصير موجبة تاخذي مقلوب الأساس. هاي مراجعة برضه لجميع قوانين الأسس اللي حكينا عنها المرة الماضية. ضايع عندي سؤال 4، وهذا سؤال مهم جدا لأنه يحتاج جميع ما تعلمناه في الأسس اللي هو المعادلات. الآن نفهم فكرة المعادلات قبل ما نحكي. المعادلة تعرفوا إنه فيها طرفين، الطرفين يفصل بينهم المسافة. بدي أحاول ألاقي نقطة انطلاق، إنه عندي أساس واحد وليكن سي، وأساس واحد وليكن سي. الآن حتى هاي اللحظة سي تساوي سي، عندي قوة هاي ألف وقوة هاي نون. إجباري إذا كان في عندي مساواة وكانت الأساسات متساوية فالقوة هاي مثل هاي بينهم مساواة، إجباري ألف تساوي ب، أكيد ألف تساوي ب. إذا شو النقطة اللي انطلقت منها؟ أن الأساسات متشابهة، إذا الأسس متساوية. مرة ثانية، الأساسات متساوية، إجباري الأسس متساوي. أوضح كمان،
قبل ما نحل. إذا كان عندي صاد تساوي سي، الأساسات مالها مختلفة، لكن لقيت إنه قوة وقوة شمال القوة مثل بعض، إجبار النتيجة صاد بتساوي سي، هاي النتيجة. إذا بحاول أبحث عن أساسات متساوية أو أسس متساوية، ويفضل أن يكون في الطرف الأول أساس واحد وقوة واحد، في الطرف الثاني أساس واحد وقوة واحد، لتسهل عملية المقارنة وإيجاد الجواب. هذا كلام كله نظري. نشوف التطبيق الآن. لو أخذنا س قوة سالب 4 بتساوي 16، هاي من سؤال 4 الموجود في الكتاب. لاحظ النظرة الأولى بتعطيني لا الأساس متشابه ولا القوة متشابهة. طب إيش في الشغل؟ الآن أنا متأكدة إنه أنتوا رح تفكروا مثلاً خلينا نعملها قوة موجبة، مش غلط، هذا كلام سليم، ممكن تعمليها. هذا من الأشياء اللي ممكن إنجازها، إنه أنا أخلي هاي القوة تصير موجبة، يعني ممكن أكتبها 1 على س قوة 4، طبعاً ممكن أكتبها، هذا صح، رياضياً صح، لكن هل أنا رح يخدمني أو ما رح يخدمني؟ رح أشوف الآن، لكن كرياضيات هو صح، يسر. طب ال 16، ليش إحنا تعلمنا التحليل في هاي الوحدة؟ حتى إذا مر معي رقم يحتاج إلى تحليل كعوامل أولية أحلل. هلا ال 16 إذا بدي أعمله قسمة متكررة يقسم على 2 والناتج 8، يقسم على 2 والناتج 4، على 2 والناتج 2. إذا ال 16 هي 2 قوة 1 2 3 4، هي ال 16 عبارة ممكن استبدال ال 16 بقيمتها بعد التحليل. 2 قوة 4، 2 قوة 4، تمام. صارت عندي 1 على س قوة 4 تساوي 2 قوة 4. يعني لاحظوا انه احنا الان بدأنا نقترب من الحل، انه تقريبا في تشابه في الاسس، في تشابه عندي في الاسس. ممكن اعمل الان ضرب تبادلي، ممكن هاي ارجعها تصير 1 على ارجعها س قوة 4، ممكن هاي انزلها للمقام حتى احاول اني اعمل بينهم تشابه في القوة. عندي مثلا هاي لو رجعتها زي ما كانت س قوة 4، عفوا سالب 4، سالب 4، لو رجعتها زي ما كانت عندي مشكلة. ايش هي؟ انه هي القوة مختلفة، هاي سالب 4 وهاي 4. لو خليت هاي تصير نص قوة، هي نص قوة سالب 4، بدل هي 2 قوة 4 خليتها نص، نزلت 2 تحت وخليتها، حتى ايش اسوي؟ اخلي يتشابهوا في القوة. إذا تشابهوا في القوة ما هي النتيجة؟ إذا تشابهوا في القوة ما هي النتيجة؟ الأساسات متساوية، س ماذا تساوي؟ تساوي نص، س تساوي نص. نرجع نشرح كمان معادلة حتى نوضح الفكرة أكثر. 11 قوة س، الكل قوة 5 تساوي 11 قوة 3. لاحظوا انه هاي من قوانين الاسس، في قوتين خليها قوة واحدة، 11 قوة 5 س يساوي 11 قوة 3. لاحظوا هون الامور كثير سهلة، انه الاساسات شو مالها؟ متساوية، يعني بحكي انا عن معادلة مساواة. إذا ما النتيجة؟ تكون القوة متساوية. باخذ النتيجة 5 س تساوي 30. هاي شو نوعها صبايا المعادلة؟ نوعها خطي. كيف تحل؟ بالقسم على 5. إذا س ماذا تساوي؟ تساوي 6. إن شاء الله تكون واضحة. كمان ناخذ فكرة. هاي الأفكار بتتكرر، يعني إذا فهمنا الأفكار اللي حكيناها الآن هي بتتكرر في المعادلات. عندي 14 هو س تقسيم 14 قوة 7 يساوي 14 قوة 8. إذا انتبهتوا إنه أنا قلت لكم قبل هاي المساواة اللي تقصد بها. حاول يكون هنا أساس واحد وقوة واحدة، أساس واحد وقوة واحدة أسهل للتعامل. هون من قوانين الأسس في حالة القسم، تشابه الأساس شو صار في الأسس؟ طرحت. إذا بكتبها 14 قوة س ناقص 7 يساوي 14 قوة 8. إذا لاحظوا الأساسات إيش مالها؟ متساوية. ما النتيجة؟ الأسس متساوية، س ناقص 7 تساوي 8.
شو نوعها هاي الصبايا المعادلة؟ معادلة خطين، عكس ناقص 7 زائد 7 س يساوي 15. إن شاء الله تكون كمان معادلة. جذر س تربيع يساوي 17. يعني الآن بعضكم لماح جدا قال أنا بدي أشيل هاي هاي س 17 وأنا ممتاز جدا. بعضكم قال بدي أربع طرفين أشيل التربيع مع هاي وهاي تصير تربيع. أرجع آخذ جذر التربيع من الثنتين بيصير الأسس متساوية بتطلع س 17. فالثنتين صح. إذا اللي انتبه من البداية وقال هاي أفكار كلها صحيحة، عندي تربيع وجذر تربيع، قال بدي أشيلهم كم س 17، كلامه رح يكون تماما ويعطيكم ألف عافية. إن شاء الله بحاول أزودكم بواجب بحل المعادلات لأنه موضوع مهم جدا، ويعطيكم العافية.